ليا مثل ما جسم الإنسان بينصاب بفيروسات وبحاجة لحماية نفسه منها، كمان أجهزة الكمبيوتر والموبايل هي معرضة لتنصاب بفيروسات عبر استخدام شبكة الإنترنت وأشياء تانية ممكن تكون السبب. هذا دواء لك هيدا الموضوع اليوم، ولنتعرف أكثر عن أنواع الفيروس وكيف بينصاب أو بتنصاب الأجهزة وكيف طرق الحماية. بصرنا نرحب بوسيم سعد، خبير بمجال التكنولوجيا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم وصباح مشاهدي جميعا. يسعد صباحك وسيم. بداية خلينا نحكي عن الفيروسات بشكل عام يلي عم تخترق أجهزة الكمبيوتر والموبايل وخصوصي بهيدا الفترة. هلا طبعا حياتنا اليوم كلها صرنا عايشين نحن ضمن مجتمع افتراضي، يعني نحن وقت نكون عايشين بالمجتمع الواقعي تبعنا او بالعالم الواقعي تبعنا في عندنا صار مجتمع محاكي تماما لهذا المجتمع، هو المجتمع الافتراضي او الوطن الافتراضي صار اللي صار عليه ملايين العالم. هلا واللي هو شبكه الانترنت واللي صار عليه شبكات التواصل الاجتماعي من الفيسبوك من تويتر الى اخره من هي البرمجيات. فاليوم اي شخص عم يفوت كل يوم على شبكه الانترنت النافذه الاولى له عم تكون هي مواقع التواصل الاجتماعي، عم تكون يشيك بريده الالكتروني عمي عن طريق الواتساب عن طريق الماسنجر يشوف هي القصص كلياتها. هذا الشيء خلى فينا نقول في اشخاص مناح في اشخاص سيئين، اشخاص سيئين استغلوا هذا الموضوع لينشروا الفيروسات ليضروا العالم. هلا شو هو الفيروس؟ الفيروس هو عباره عن برنامج مثل اي برنامج ثاني، ملف تنفيذي. هذا البرنامج ولكن مصمم ومبرمج للتخريب وليس للاستفاده منه ولنشتغل عليه اي شيء، فهو مصمم للتخريب. مجرد ما هذا الفيروس صار عندي على جهازي على كمبيوتري، انا اول شيء يمكن ما احس هذا الفيروس عندي، ممكن عن طريق الايميل، ممكن عن طريق صوره، ممكن عن طريق اي ملف ينبعث لي افتحه انا عن مثل ما بيقولوا عن براءه، انه والله اجاني هذا الملف بدي عن فضول بدي اشوف شو هذا الملف، افتحه فلاقي ما يعني ما حيصير عندك شيء اول فتره، فهون في عندك اكثر من مرحله لا في نقول لياخذ الفيروس مثل ما تفضلت بجسم الانسان. الفيروس اول شيء بيكون بياخذ مرحله الكمون بجسم الانسان، بينتشر بعدين يبلش التخريب، فهون بصير تقريبا نفس الشيء تماما. فالفيروس انا اقول اول فتره ما بحس عليه اذا ما كان عندي اي انظمه لتحميني وتحمي جهازي، فالفيروس بينتشر بفوت مرحله الكمون بينتشر ببلش عمليه التخريب. انواع الفيروس كثير متعدده، منها اللي بيكون ضمن نظام التشغيل او فينا نقول مع ملفات الاقلاع اللي هو بيمنع الويندوز او بيمنع نظام التشغيل انه يقلع. فيروس متعلقة ببرامج الأوفيس بنسميها الماكرو، كمان هي بتضرب لي ملفات الأوفيس تبعي. كمان فيروس بنسميها الورم أو الدودة، هي بتنتشر أكثر شيء بالشبكات، بتنسخ حالها كثير. الهدف منها إنه تعطيل أو تبطيء الشبكات. والأخطر منها هي التروجن اللي بنسميه الباتشات، اللي هو بيكون مرفق مع ملف صوت، ملف فيديو، مع رسالة، مع صورة. يعني نحن مجرد ما نفتح هاي الصورة بيتفعل الفيروس مباشرة، إن كان على الكمبيوتر إن كان على الموبايلات. اليوم كتير عم نشوف حالات اختراق عم تصير ضمن الموبايلات، عم نخسر حسابات، عم نخسر إيميلات من هيدا الموضوع. بيكون جاييني ملف على الواتساب على موبايلي، انا اليوم عم بيكون في فيسبوك وواتساب الى اخره من البرامج، فعباره اني اضغط على هذا الملف هو عم يسرق لي البيانات الموجوده عندي ضمن موبايلي وعم ترجع. هذا كمان فيروس. فهيدي الفيروسات هي دائما منتشره، في الفيروس المتحول اللي هو بياخذ كل مره شكل لا قد ما كانت البرامج قويه صعب ان تجيبه، ولكن مع التحديث الدائم للبرامج تبعي انا ممكن احصل على نوع ما من الحمايه. نعم، يمكن مثل ما ذكرت كمان انواع كثيره للفيروس وبتضرب عده اجهزه، بس شو السر انه نحن فتره بيدوج الفيروسات على كل شيء، على مواقع التواصل الاجتماعي، على
الكمبيوترات على الواتساب على كل شيء على كل شيء، وفجاه بتكون بحاله انه بحاله من الامان. يعني ليش في فترات بيدوج عليك المواسم؟ عن جد هيك بتحس في هيك شيء او هلا في هيك شيء احيانا؟ مثلا اذا بدنا نحكي على الاعياد، احيانا ضمن الاعياد كثير بتنشط. هلا في عنا شيء المعايدات الالكترونيه كلياتنا بنعرف عنها، فالمعايدات الالكترونيه هي مثل ما بيقولوا هي موسم نشر الفيروسات، موسم تهكير الحسابات، موسم للتخريب، لانه من خلال رسائل المعايدات اللي بنبعثها لبعض ممكن انا يجيني رساله معايده من شخص ورفيع على الفيسبوك، ولكن هو واقع بالمصيده مثل ما بيقولوا، كبس على الرابط، فالرابط انبعث لرفقاته ورفقاته ردوا ضغطوا عليه ورد انبعث لرفقات الثانيين، وهيك ضل عم ينتشر الفيروس بين الشباب. وسيم يعني. في فيروس جديد هلا طالع، نحكي شوي عنه، هلا جديد على الساحه نيو. ايه تمام، باخر فتره هلا طلع فيروس اسمه الفديه. فيروس الفديه صار منتشر باكثر من 150 دوله، صار ضارب اكثر من 200 الف جهاز كمبيوتر. هو عم يضرب الاجهزه بتشتغل على انظمه الويندوز. هذا الفيروس كمان هذا لازم ندير بالنا وهالفتره كثير منه، لانه هو عم يجي عن طريق لينك او رابط، عم يجي على الايميل، عم يجي ضمن مسجات الفيسبوك، ممكن نلاقيه ضمن مسج معين انه افتح حمل ملف ممكن تستفاد منه بشيء. هذا الفيروس بس نزل على جهاز موصول على الشبكه كلياتها صار الفيروس منتشر عليها، والجهاز اللي حتى السيرفرز الموجوده كلياتها كل شيء مخدمات موجوده على هذا الشبكه ممكن تنضرب. شو بيعمل هذا الفيروس؟ هذا الفيروس بيشفر كل شيء ملفات وبيانات موجوده عندك على الكمبيوتر، حتى ما بيخليك تفوتي على نظام التشغيل تبعك. فلتقدري تسترجعي هذه البيانات بنعطالك فتره، مثل كانه حدا خاطف حدا وما برجعه لتعطيني فديه، فبنعطى فتره انه لتدفعوا مبلغ محدد لحساب بنكي محدد ليرجعوا يفتحوا لكم البيانات. واذا ما اندفعت ضمن فتره محدده بتضاعف المبلغ. واليوم بالامارات صارت اكثر من حادثه كلفت 200 و300 دولار لكل جهاز كمبيوتر ليقدروا فكوا تشفيره. نعم. مين المستفيد يعني؟ ليا معقول الشركات هي تكون مستفيده يعني؟ يمكن سالي نحن حكينا كثير مع وسيم عن الاضرار وعن كيف انتشار الفيروس، ولكن هلا اكيد رح نحكي انه نحن كيف فينا نحمي اجهزتنا، كيف فينا نحمي حالنا من هي الفيروسات اللي حكينا عنه. هلا هون نجي للحمايه، هي قسمين. قسم الحماية أنا بدي يكون مسؤول عنها، اللي مثل ما خبرتكم أنه أنا ما لازم أفتح أي شيء ماني متأكد منه. اليوم كمان في منشوف كتير فيروسات المخفية اللي هي بتكون بتحطي الفلاشة تبعك بتلاقيها فاضية، بس عمليا هي مليانة، بس ولكن في فيروس خفالك كل الملفات الموجودة يعني. بس هي سهل أنه ترجع، في تعليمة معينة منحطها ممكن نرجع كل شيء على الفلاشة، ما في مشكلة عليها. فهون الحماية الشخصية أول بتجي إليك، أنه أنت ما تفتحي أي شيء ما بتعرفي، حتى لو أجاك من صديق إليك أو صديقة شيء لقيتيه غريب ما نفتحه. هذا واحد. الأهم منه أنا يكون عندي برامج حماية من الفيروسات، برنامج حماية من الفيروسات اللي بتتنزل على جهاز الكمبيوتر. هلا الموبايل ما كتير عم يتأثر كونه أنظمة الأندرويد فيروسات كتير قليلة، ما ممكن. اللي عم يصير هو بس سرقة البيانات من خلال اللينكات واللينكات أو الصور اللي بتجي على الواتساب والماسنجر. فأنا إذا بدي أحمي كمبيوتر يعني بحكي هون بده يكون عندي برامج دائما تكون محدثة، كل يوم بحدث هذه البرنامج كل شيء فيروسات جديدة بتتنزل، فأنا بضل على حماية كاملة من هذا الموضوع. هلأ يمكن تسألوني شو أحسن البرامج اليوم؟ اليوم ب 2017 آخر إحصائية طلعت إنه الأفييرا، الأفاست، الأي في جي، الكاسبر سكاي، هدول من أفضل البرامج ممكن يكونوا على أجهزة كمبيوتر. نعم وسيم، يمكن كمان شو أول خطوة
بصير فيروس، خلينا شوي هيك نحكي فيسبوك مثلا، شو الخطوه لازم نعملها وقت من يعني بنشوف شيء لينك غريب واجانا الفضول، ومثل ما قلت من شوي بكل براءه نحن فتحناه، فهون هذا فيروس، كيف فينا نحن شو هي الخطوات لازم ننفذها اول شيء، شو هي الخطوات انه اذا كنا فاتحين من شركه من شغل باقي السيرفرات ما ينتزعوا؟ هلا بنبلش، اذا بنبلش بالفيسبوك. أوكي. الفيسبوك نفرض اجاني هذا اللينك وفتحت هذا اللينك، لسه يمكن معي شويه وقت لضل حسابي موجود. هون بدي ارجع خطوه لورا، انا لساويت الفيسبوك ساويت ايميل ان كان على الجيميل ياهو طبعا هوت ميل. ولا حدا متذكر هذا، هي غلطه الكل بصراحه، بتصير انه انا بساوي حساب بساوي الايميل لساوي حساب فيسبوك وبعدين بنسى الايميل، فهو كثير ضروري ان اكون الايميل تبعي اول شيء حامي، كلمه السر مؤلفه تكون اكثر من 8 محارف، حتى الايميل لازم تكون كلمه السر قويه عليه. طبعا طبعا، ما هو اذا راح الايميل راح الفيسبوك معه، يعني فهو انا فيني استرجع اخذ الفيسبوك تبعك من ايميلي. نحن بهتنا، فنحن بيكون عندنا باسورد قويه للايميل وباسورد للفيسبوك، واكيد هلا الحسابين هن نفس مربوطين. الايميل ولكن كل باسورد لازم خليها لحال. هلا فرض ضغطت انا على هذا الملف او هذا اللينك ومش الحال، فانا اول شغله فوت بعملها فوت بغير كلمه السر تبع الايميل وفوت بغير كلمه السر تبع الفيسبوك، هون حميت جهازي، وبعدين بربط الفيسبوك تبعي على الموبايل، بحط رقم موبايلي، بصير اي اختراق بصير او اي شيء ممكن يصير ببعث لي مسجات على موبايلي، ببعث لي ايميل على ايميلي انه انت حسابك تم اليوم، حدا جرب يفتحه من كذا، فانت هون حميتي الحساب تبعك. هلا اذا بدنا نجي على الفيروسز الموجوده على الكمبيوترات، انا دغري بتلبك ما عاد شو بيصير، بصير بيشعل بطفي الجهاز، ممكن هذا الشيء ياثر اكثر بانتشار الفيروس. تماما. هلا اول شغله بعملها اذا الجهاز عم بقدر فوت على ما في عليه جهاز برنامج انتي فيروس، بنزل البرنامج بحثه وبعمل سكان للجهاز كلياته، فهون بلقط لي الفيروسات، فانا هون حميت حالي وخلصت من مشكله الفيروس. هلا الحل الثاني، يمكن انا ما بقدر فوت على الكمبيوتر في مشكله، فهون انا بلجا لفني لانه بده يفك الهارد ديسك من جوات الكمبيوتر، يوصل على الكمبيوتر شغال وبيعمل سكان من الكمبيوتر شغال لهذا الهارد ديسك، فبيسحب منه الفيروسز وبعدين بيرجع بيركبه، بيعمل شيء اسمه ريبير او تصليح للنظام التشغيل وبيرجع مثل ما كان. فهون اول شغله لازم نكون هادين، ما نتصرف تصرف نروح البيانات تبعنا. والشيء الثاني الاهم، الفلاشات لازم دائما نعمل لها سكان قبل ما نحطها. شبكة الانترنت هي اليوم اكبر مزود للفيروسات، اذا ما في عندي البرنامج تبع الانتي فيروس فانا هون دائما بخطر. فكل هاي الاشياء، انا اي شيء جهاز ممكن يوصل او اداة تخزين ممكن توصل على جهازي، هي لازم اكون متاكد منها انه ما فيها فيروس. تمام. وسيمة، في اشاعات كثير انه الشركات مثل ويندوز، عده شركات انه هي يلي عم تبعث هيدا الفيروسات، هي كانت تكون احد العناصر المستفيده، حتى هذا لاي حد صح برايك؟ او هلا اذا بدنا نقول صح ولا مو صح، الويندوز ما راح يعمل، ممكن يكون في شيء بس، ولكن ما له مصلحه الويندوز يعمل لحاله فيروسات. اللي له مصلحه بيكون بيعمل تحديثات او اللي له، اذا بدنا نحكي مصلحه، وانا ما بدي اكد هذا الحكي، اذا بدنا نحكي هن الشركات اللي بيصنعوا او اللي ببرمجوا برامج الانتي فيروس، فانت لتنزلي برنامج الانتي فيروس ترجع تحدثي، فكل يوم في فيروسات جديده، فكل ما انت حدثتي واشتريتي هيدي البرامج فانت حميتي حالك اكثر. فهون بصير عندك ممكن يصير هذا الشيء، بس كشركات شركه الويندوز المايكروسوفت، فهي من مصلحتها يكون بالعكس يكون الويندوز تبعها قوي محمي غير قابل للاختراق. نعم. وسيم كمان في شيء هو البروكسي، كمان نحن مرقت فترة أو بعض الأحيان نستخدم البروكسي لحتى نساعد يمكن بتحديث برامج يمكن ما بتفتح إلا VPN بروكسي. صحيح. تماما. خلينا كمان نحكي هذا الشيء بيساعد على اختراقات فيروسية ولا لا، لأنه أنت بروكسي من غير بلد بتأخذ. هون صار عندي مشكلة تانية. أنا هون عم بتعرض للتجسس وعم بتعرض للاختراق. كيف؟ أنا اليوم وقت عم
نفوت عن طريق برامج الفي بي ان اللي بنسميه او برامج كسر البروكسي. فهو انا عمليا عم فوت عن طريق سيرفر موجود بمكان ما، واللي انا ما بعرف انا وين ممكن يكون موجود هذا السيرفر، وعم فوت عن طريقه لاوصل لبرامج ما عم بقدر اوصل له. وللاسف عم نضطر احيانا نستخدم هيدي البرامج لانه في نظرا للمقاطعه العلميه قبل السياسيه موجوده على سوريا عم يصير هذا الشيء. فنحن عم نضطر بعض احيانا نستخدم هذه البرامج لنحصل على برمجيات، لنحصل على اشياء نستفيد منها علميا. فهون للاسف هون عم نفوت على سيرفرات موجوده برات سوريا، وهي السيرفرات ما عم نعرف وين تكون موجوده. فعم نفوت من خلالها احيانا بياناتنا عم بتروح لهنيك، الشيء كل شيء عم نطلبه نحن كبرمجيات هذا يسجل بالنهايه. نعم. انه شو عم نسحب برمجيات شو قصص. فهون كمان بدنا ندير بالنا من هيدي البرمجيات. بس شو الحل للفي بي ان؟ هلا حل الفي بي ان، نحن وقت عم يكون عندنا هذا البرنامج الفي بي ان اللي هو عم يحولني، احيانا بتلاقي بيطلع لي شاشات هيك بتفتح مباشره انه تمام. فهي الشاشات بنحاول نبعد عنها ما نفتحها اذا اضطرينا نستخدم هي، لانه كلياتها هي كمان بتكون احيانا فيروسز ممكن تضرب لنا اجهزتنا. يعني وسيم، عالم التكنولوجيا عالم واسع وعالم طبعا يحمل سلبيات وايجابيات. أكيد. مثل العالم الواقعي. أكيد. نحن كثير بنتشكر اليوم حضورك معنا، وبنتشكر النصائح والتعليمات والشغلات الجديده اللي عرفتنا عليها، ويسعد صباحك. شكرا كثير. لك.